مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام، ومن بين هذه الملفات التي اخترناها لحضراتكم لنناقشها هذه الليلة هو موضوع جد خطير، وهو الموضوع الذي يشغل الناس الآن على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال البرامج التكشو. موضوعنا في هذه الحلقة نتكلم فيه حول ظاهرة عمه المستريح. بنتكلم النهاردة عن المستريح اللي هز الدنيا كلها من أسوان لإسكندرية. بنتكلم عن المستريح اللي أخذ من الناس الفلوس ونصب عليهم والحكومة مسكته، كما تم الإعلان عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية. طيب انت طالع النهارده تتكلم عن ايه تحديدا في موضوع المستريح؟ الحقيقه ان عمه المستريح دي ظاهره منتشره مش في اسوان، موجوده في مصر كلها. في جميع المحافظات المصريه لا شك ان جميع المشاهدين الذين يشاهدونني الان ان كل واحد فيكم اكيد سمع عن المستريح في منطقته، في محافظته، في مدينته، في قريته، في الحاره اللي هو قاعد فيها. في ناس كتير بتطلع بحجه ان هي بتشغل اموال الناس، وبالتالي يبدأ يستقطب أموال الناس سواء كان من القرايب أو الأصدقاء أو المجتمع بشكل عام. ياخد من حضرتك 100,000 جنيه ويديك مثلا ربح شهري وليكن 10-15,000 جنيه. طبعا رقم زي كده لما تاخده كل شهر ومبلغ الرأس مال أنت مطمئن عليه، لا شك إن ده مبلغ يلحس العقل. إيه اللي بيحصل؟ حضرتك كان معك 100,000 جنيه سيولة، تقوم بايع ذهب مراتك، وبعد ما تبيع ذهب مراتك بعض الناس، ونعرف ناس شخصيا، وصل بهم الحال ان هو يبيع البيت، يقول لك انا النهارده عندي بيت دورين، لما بيعه البيت هيجيب مثلا 1,000,000 جنيه او اقل او اكثر، لما بيعه واستثمرهم ان شاء الله بكره هجيب بيت احسن منه في مكان احسن منه. العربيه اللي انا راكبها دلوقتي لما ابيعها واحط فلوسها مع عمه المستريح ويشغلها شهر 2-5-10 ربنا هيرزقني باضعاف مضاعفه، اجيب عربيه احسن واجيب بيت افضل وارتقي بمستواي المعيشي انا والاولاد. ايه اللي بيحصل تاني؟ ان الناس لما تبدا تلاحظ عليك الغنى وتلاحظ عليك ان انت ما شاء الله بقى امرك ميسور عن الاول، بيبدا الاهل والاصدقاء يتساءلوا هو ايه اللي حصل؟ فتبدا انت تتكلم معاهم وتلوم، والله انا كان معايا مبلغ بسيط وشغلته مع المستريح ده او الشخص اللي بيشغل اموال الناس وجاب لي هذه المبالغ سريعه المكسب، الثراء السريع انجاز التعبير. هم بقى لما بيسمعوا منك الكلام ده كل واحد معاه قرشين في البنك بيطلع يفكهم ويجيبهم لك ويقول لك معلش شغلهم مع الراجل اللي من طرفك ده عشان احنا عايزين برضو الحاله تمشي معانا لاحسن اليومين دول، الامور الاقتصاديه ضيقه على الناس كلها. واحده بواحده يبدا الراجل ده نفسه يقول لك ايه، طيب خلاص طالما انت بتبدا تجيب لي فلوس من فلان ومن علان هات لي فلوس اكتر، وكل ما توصل لمبلغ معين انا هديك نسبه على الفلوس دي. فيبدا انت بقى مشغل فلوسك نفسها، وفي نفس الوقت كلمت الناس وسعيت من هنا وهنالك انت تجمع له اكبر مبلغ ممكن عشان يطلع لك مكسب من هذه الاموال. وبالتالي يا عمو حضرتك بتتورط توريطه ما يعلم بها الا ربنا، لان لما صاحبنا ده بفك حضرتك هتلبس كل حاجه معاه، وتبقى موضوع كبير وموضوع كارثي انجاز التعبير، ولا حول ولا قوه الا بالله. سمعنا عن ناس كتير لما اتنصب عليهم جات له جلطه، جاله سكته قلبيه، اتنقل المستشفى لانه كل فلوسه راحت. كل الفلوس اللي هو كان محوشها سواء كان جاي من الخارج او واخد مكافاه نهايه خدمه او كان عنده حته ارض وباعها حطها مع عمه المستريح وكل حاجه راحت. ايه اللي بيحصل؟ اللي انا نفسي اقوله في حلقتنا النهارده هو احنا ليه ما بنتعلمش؟ اللي حصل مع المستريح في اسوان ده حصل في محافظات كتير جدا. لما حد يقول لك ان 100,000 جنيه النهارده يجيبوا 10,000 او 15 او اقل او اكثر قليلا، مبلغ ده مش ممكن يجي لا عن طريق البنوك ولا عن طريق اي تجاره من التجارات، احنا ليه ما بنشغلش مخنا؟ يقوم واحد يقول لك ايه، لا اصل في ناس، سيبك من الراجل بتاع اسوان ده، في ناس بتقول لك انا والله بشتغل في الذهب والذهب معروف ان مكسبه عالي، في ناس تانية بتقول لك انا شغلت فلوسي مع حد كان بيشتغل في تجارات غير مشروعه، تقول له يعني ايه مخدرات مثلا؟ يقول لك لا اثار. فبالتالي معروف ان مكاسب الحاجات دي كبيره جدا، بس ربنا يسترها وخلاص. فبالتالي يبدا يضحك عليك ويوهمك انه بيعمل في مجال الاثار او في مجال الذهب، وهو يا عيني لا بيعمل لا في الذهب ولا في الاثار. وال100,000 جنيه اللي خدهم من حضرتك او ال500,000 او الاقل واكثر، قعد 6 شهور يديك ارباح من راس مالك يا مسكين، وحضرتك مش واخد بالك ولا عارف اطلاقا ومبسوط وعمال بتجمع له فلوس. فلو هو خد من حضرتك ومن الناس اللي معاك 5 مليون جنيه وصرف عليكوا ارباح 1,000,000 جنيه ولا اكثر،
وخد هو ال 3 مليون واتكل على الله، هو اللي كسبان صح ولا لا؟ طبعا كسبان في الدنيا لكن خسران كل حاجه في الاخره ان شاء الله. طيب في مشكلتين بقى في عمه المستريح ده، البعض اتمسك الحكومه مسكته، والبعض بعد ما جمع المبلغ اللي هو عايزه سافر بره مصر، وبالتالي كل سنه وانتم طيبين، وبقى قابلني بقى لو لقيت المبلغ ده، وهتقعد طول عمرك تتحسر على مثل هذه الاموال. في النهايه موضوع حلقتنا النهارده اللي بنتكلم عليه ظاهره عمه المستريح، احنا ما بنتعلمش ليه. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقه الاستاذ محمد عبد العال المحامي بالنقضه. اهلا ومرحبا بك. اهلا بحضرتك استاذ عمر، اشكرك. كما ايضا اشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الحاج عبد الظاهر ابو حسين قاضي عرفي. اهلا ومرحبا بك. اهلا بحضرتك. نورنا الحاج عبد الظاهر. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام وبجمهورك العريق كله. الله يبارك فيك. حاج عبد الظاهر، اكيد انت كراجل قاضي عرفي بتقعد في عادات كتير بيبقى فيها مشاكل من هذا النوع. فاكي. اللي انا عايز اساله في البدايه، هو الناس ما بتتعلمش؟ اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في الأول بس اديني فرصة يعني أوضح من وجهة نظري المشاكل دي بتيجي إزاي. احنا أمام ظاهرة ليست بالحديثة، هي ظاهرة قديمة ولكن عادت مستوحشة مستفحلة في المجتمع. هذه الظاهرة لها أركان، أركان دينية وأخلاقية وأركان اجتماعية. أما بخصوص الأركان الدينية فهي عدم الرضا، وده أساس كل شيء في فساد، عدم الرضا. تاني حاجة عدم مخافة الله. أي واحد فينا لو خاف من ربنا، زي ما بيقولوا اللي بيخاف من ربنا لا تخاف منه ولا تخاف عليه. أما الأركان الاجتماعية أستاذ عمر وللسادة المشاهدين، فهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا. حضرتك نوهت عن بعض ولكن فاتك انك تقول ان هذه الظاهرة اجتماعيا زهوقا للأرواح، مفسدة للبيوت، وتفكك الأسر صحيح، وحرمان الراحة داخل الأسرة. الأسرة مش بترتاح، لان النهاردة لما يكون واحد حوش شجع عمره وتعب وباع وزي ما حضرتك قلت في اول الحلقة، ويجي واحد بعد كده ياخد الفلوس دي وتضيع عليه، ده في انتحار، ده في خراب بيوت، ده صحيح. ممكن يكون ده مراته وراهن حياته، بيحصل، تسيبه تمشي، ده غير الفلوس اللي هو ضامنها، ونخش في مواويل ومشاكل. ولكن النهارده الظاهره دي تكلمت عنها الدراما والسينما المصرية. حضرتك لو تفتكر معايا رحمة الله الفنان اسماعيل ياسين والفنان احمد مظهر في فيلم العتبة الخضراء، ما دي كان مستريح برضو، يعني نصب على اسماعيل ياسين باع له دولة، باع له من لا يملك. فدي ظاهرة قديمة لكن عدت دلوقتي بقوة وانتشرت في المجتمع، لان الناس برضو زي ما بيقولوا لولا الطماع ما كانش للنصاب اكل عيش. نعم. الناس بتطمع وبتلها سوارة الثراء الزايد السريع. فهنا تبص تلاقي واحد يقول لك ده انا اديت فلان ال100,000 بيديني عليهم مثلا 10,000 في الشهر. ده لو تجارة مخدرات مش هيجيب 10,000 في الشهر. انهي تجارة؟ ده لبنك. لو بنك دولي، لو بنك مشاريع اكبر مشاريع الدولة شغالة فيها، لو انت استثمرت فيها عمرك ما تستثمر بالإرادة. لكن للأسف حقيقة كان قبل كده بيقع فريسة لأمثال هؤلاء الناس اللي هم البسيطة، لكن للأسف النهاردة تلاقي ناس مثقفين وناس ليهم أوضاع اجتماعية ويفوت عليهم حاجة زي كده. أنا النقطة دي كنت هاجيها حالا، لأن احنا النهاردة غلاء المعيشة خلى الكل عاوز يدور يغتني بسرعة ويعيش ازاي حلو. تمام. فساعة ما بتيجي الفرصة قدام واحد انه فعلا هيغتني والامور هتبقى تمام، العقل يتوقف تماما. نعم. والعاطفة بتبدأ تشتغل على الحياة وحنين الحياة ورفاهية الحياة، وبعدين بياخد ببزخ. نعم. ده ساعة ما بتديله الفلوس يعني وبعدين في منهم اللي بنصب باسم الدين، خلي بال حضرتك. نعم. يعني انا اعرف برضو الظاهرة دي، الواقعة دي من زمان، واحد دخل قرية وبعدين في عندكم هنا جاله في جامع، قال لهم الجامع ده كله عليا. دخل يودي حديد واسمنت وبص، وكانت الدنيا رخيصه، كان ممكن مثلا ب 300 400,000 يوقف جامع. وبالفعل المهم ايه، فواحد قاعد معاه فلقى جاب حد بقى، دايما هم لهم اذناب وذيول
بتتبع كل لهم مكان. في كل عملية وفي كل مكان بيبدأ يشغله. نعم. يحسن صورته، يتكلم عنه كلام طيب، ده كان ده. فبيبدأ الناس، والناس بفطرتها بتستجيب لهذا الأمر، فبتبدأ الناس إيه تنجذب له. نعم. فواحد قال لهم ده فلان ومش فلان، ده بصفر ومش بصفر. لم من البلد دي 150 جواز. الكلام ده من يجي 20 سنة، الجواز عليه 15,000 جنيه. يا الله. مية. وكان ايه كل اللي رايح يديله جواز وكأنه بيستعطفه بيسترضاه. أه. عشان ابنه. وبيجيب واسطة كمان. وبالعافية. ولم جوازات بمبلغ محترم يتخطى 2 مليون مقابل هو صرف 300-400 ألف في توقيت ان 2 مليون زي العشرين النهاردة. تمام. يعني مبلغ كبير جدا في توقيتها. نعم. ما كناش نسمع على الملايين. يعني ما كناش نسمع حاجة اقول لك بالمليون. صحيح. بقت الالوف بالالوف. لكن لم ودخل نصب تحت اسم الدين. نعم. قالها ابني مسجد. طب انت عاوز ايه اكتر من كده ثقة. واحد داخل يقول لك ابني لك مسجد. فالقصة يا استاذ عمر وللسادة المشاهدين، ارجو ان الكل ما يفكرش في الطمع. فكر بالعقل. انت النهاردة انهي مشروع او انهي دخل هيدري لك الدخل ده كله. وبعدين فلوسك معاك في امان، في قناة مشروعة في امان، في جهة حكومية في امان. لكن انت بتدي اللي بتديله ده الضمانات. هو مفكر ان مجرد اصالات الامانة والاوراق اللي بياخدها عليه. للأسف. لا ده احنا عندنا في العرف بنقول جناح الترابيزة ولا طن اصالات على الترابيزة في قص الحقوق. نعم. يعني انا النهاردة افرح بكتب يا باشا ده هم اساتذة في كتابة الاصالات وتحرير العقود والشيكات، راجل مش فارقه معاه. نعم. يمضي ويكتب ويعمل كل حاجه. ومن هنا كنت عايز اقول زي ما كان في المستريح في اسوان، فالمستريح ده موجود يا استاذ محمد في كل مكان من الاماكن بحسب البيئه اللي هو فيها. يعني تلاقيه مثلا في مدينه من المدن حد برستيج قوي، عنده شركه ومكتب وبدله وكرافات ومدير مكتب وسكرتاريه، فلما حضرتك تخش عليه بالمنظر ده برضو تتوهم. يعني اللي هو معلش في الكلمه، يعني 50,000 جنيه بتوعي ولا 100,000 جنيه بتوعي يعملوا ايه في الهيلمان اللي هو فيه ده؟ والمسكين ما يعرفش ان الهيلمان اللي هو فيه ده من فلوسي وفلوسك. خلوني نروح نشوف ضحايا المستريح في اسوان وشكواهم وايه اللي حصل، ونرجع مره تانية نكمل مع الاستاذ محمد عبد العال. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. انا اسمي احمد مرسي محمد من قريه الاخصاص بجوار المعمريه، بين المعمريه 5 كيلو بالضبط، مسقط راس مصطفى البنك. والله الراجل ده بصراحة يعني في الأول ابتدى كويس، وكان بيسلمنا فلوسنا على 21 يوم. كنت تروح على 21 يوم الأول كان بيودي الفلوس البيت. وبعد كده ابتدينا احنا نروح نجيب الوعدة على 21 يوم. كنت مثلا بتشتري البهيمة ب 10,000 يكتبها لك ب 15,000. فأنت كونك إن أنت تكسب 5,000 جنيه في 21 يوم ده موضوع أغرى الناس كلها. لدرجة بعد لما خدنا الثقة فيه ابتدت الناس اللي معاه حوش بهايم بيوديه كله ممكن، او بيوديه حتتين حتتين. واللي لما اخذ اللي ما معهوش بهايم، اللي باع الذهب مرته، واللي راح استلف من البنوك جاب قروض على رقبته. والمهم الناس اتورطت اللي ب 200,000 واللي ب 300,000 واللي ب 400,000. وللاسف الفلوس دي ما كانش مخزنه في بيوتنا. يعني اللي كسر بيها ذهب، واللي جاب قرض، واللي جاب كذا، واللي جاب كذا، واللي جاب كذا. حد لما تقلت الدينة على مصطفى من حوالي 20 يوم كده وقف ان هو يسلم فلوس. فالناس ابتدت تقلق، بقي كل يوم يطلع لنا في الفيز يقول فلوسكم مضمونة، ادوني اسبوع، ادوني 8 ايام. حد اخر وعدة كانت يوم الثلاثة اللي فات، على ما يقال انه هو جهز الفلوس وجهز المناديب وكان راح تطلع بيها. حصلت مشكله في المزرعه، الناس عاوزه تاخذ الفلوس بالعافيه، ما مستنياش لما يجي دورها حد. فابتدى يبقى في ضرب نار من ناحيتين، من ناحيه مصطفى ومن ناحيه الناس. هو عاوز يحمل الفلوس عشان خاطر يسدد بيها الناس، والناس من برا مستعجله عاوز تاخذ الفلوس بالعافيه. اتدخلت الحكومه. اول ما دخلت الحكومه ما شفناش مصطفى تاني، على ما يقال انه هو محجوز حاليا في مديريه امن اسوان. احنا والله كنا بناخذ البهايم من هنا، مثلا نحمل من يدان المغرب، بتروح هناك تاخذ دورك على ما يجي دورك مثلا الساعه 11 12 بالليل على ما يجي دورك، لان العربيات كثيره وبكميات كبيره، كل عربيه فيها 5-6 بهايم.
وبتاخذ العربيه من هنا من البيت وتطلع وتروح فيها على ما يجي دورك. ممكن تسلم الساعه 2 بالليل، الساعه 3 بالليل، بعد الساعه 3 بالليل الساعه 4 يقول لك انا خلاص وقفت، باش استلم دلوقتي، انا حبتدي بيع في الحشام. البهيمه يستلمها منك بالليل مثلا، كان مثلا ياخذها ب 20,000، يصبح الصبح يبيعها ب 10,000 جنيه. يعني برضه هي فيها لغز، ما تعرفش. طب انت ليه بتخسر الخساره دي كلها؟ يقول لك لا هي الدنيا مفروجه وانا الفلوس دي جايه من السيده زينب وكده. وكانت ماشيه الحركه وكله بيسترزق، وبصراحه الراجل ده فتح بيوت ناس كثيره في الاول قبل المشكله دي. يعني في ناس كثير استرزقت، اللي كان بيتاجر واللي بيعمل واللي بياخذ واللي بيدي. انما المشكله اللي حصلت يوم الثلاث دي خربت الدنيا كلها، حتى الحشان بتاعته هددتها الحكومه وهو اتقبض عليه وما نعرفش عنه اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هتكلم عن موضوع مصطفى البنك واللي حدث بعد ما تم القبض عليه. طبعا ده موضوع مؤسف ومؤثر طبعا بشدة على اهل البلد، لان في طبعا ضحايا كتير هتوقع في الموضوع ده، وناس كتير يعني بصراحة متضررة من وراء الموضوع. وانا طبعا واحد من الناس، ونرجو من الله ان الامر يكون يعني خفيف علينا وعليهم، وربنا ان شاء الله يعني ايه يرجع لتعب الناس اللي الناس تعبت فيه وشجاهم وراح عليهم يعني. فطبعا الامر بدا يعني من فتره، من حوالي 5-6 شهور يعني. فطبعا لما ظهر الموضوع الناس الاول كانت متخوفه، اني كله خايف ليكون عمليه برضه فيها عمليه نصب وبتاع، ولكن مع استمرار الموضوع انه اخذ له فتره جامده الناس ضحت بقى خلاص الموضوع. ناس كتير قبضت، وفي ناس يعني كذا مره قبضت واستنفعت يعني من الموضوع ده. فاغلب الناس بقى ضحت، اللي بعدها بمراته، واللي راح جاب له قرض، واللي ضحى ببهايمه اللي فحوش وكله راح وداها، وفي ناس استلفت برضه من ناس. وطبعا كل الناس راحت هناك. فطبعا انا برضه من ضمن الناس اللي خدت فتره بس كنت متخوف، لما لقيت الموضوع جاد يعني لمده 4 شهور ولا 5 شهور شغال، الناس بتقبض والدنيا تمام يعني، فضحيت برضه من ضمن الناس ورحت. وكنت انا اول مره اروح يعني، ما رحتش قبل كده وما قبضتش. حقيقه الواحد مش عارف يقول ايه، لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يجبرهم في مصابهم. والمثال بتاع المستريح زي ما قلنا في بدايه الحلقه مش موضوع اسوان بس، احنا طالعين بالحلقه دي عشان نوعي الناس ونقول لهم خدوا بالكم المستريح موجود في كل حته، لكن الاسماء مختلفه والاوضاع مختلفه. ممكن يبقى في قريه بيبيع مواشي او بتاجر في اراضي زراعيه او في حاجات لها علاقه بالاجهزه الكهربائيه وما الى غير ذلك من امور تتناسب مع كل بيئه هو فيها. وفي بعض المدن شغال في موضوع الكومباوندات وموضوع الاراضي والمقاولات، واحيانا يغرر بالناس انه شغال في الاثار او في الذهب او ما الى غير ذلك، سواء تجارات مشروعه او غير مشروعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. خدوا بالكم على فلوسكم، اتقوا الله في انفسكم في المقام الاول، اتقوا الله في اموالكم اللي جمعتوها بكد العرق انجاز التعبير، اتقوا الله في اولادكم. الموضوع ده زي ما قال العمدة مهلكة في كل الأحوال. يعني النهاردة عشان تستعجل المكسب السريع وفي الآخر تخسر نفسك ودينك وصحتك وأهلك وأولادك، عشان إيه؟ أروح للأستاذ محمد عبد العال. لما سمعت عن موضوع المستريح إعلاميا وشفت الضجة المعمولة حواليه، وأكيد طبعا حضرتك اطلعت على ما قاله الضحايا، حضرتك شفت الموضوع ده إزاي من الزاوية القانونية يعني؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت والضيف الكريم تفضل، انه دي ظاهره لها تاريخ في مصر. نعم. يمكن كلنا طبعا اكيد فاكرين او عارفين او من التاريخ او من المعروف في مصر ما يسمى ظاهره تلاقي او توظيف الاموال. نعم. فيما عرف بظاهره الريان والسعد والشريف، اللي كانوا في لحظه من اللحظات كما يقال كانوا بيسلفوا الدوله من العمله الصعبه، أو بيعملوا على توفير الدولة. وبالتالي إحنا في العلاقة دي عندنا ثلاث أطراف رئيسيين. الطرف الأول الدولة بكافة أجهزتها، والطرف الثاني اللي هو المجرم أو الجاني أو النصاب، ثم الضحية. وإن أنا كنت يعني الحقيقة بتحفظ على لفظ الضحية، لأنه أنا الحقيقة في كل الواقعات بشوف إنه هو المشارك الأول. نعم. وزي ما انت حضرتك تفضلت والعمدة تفضل، ان هو اللي بيساعد على التسويق
هذه الجريمة وهذا النصاب. إما بإشاعة أنه بياخد ربح زايد، أو بإشاعة أنه الرجل أخلاقه كويسة ودينه مش عارف، وبالتالي بيزكيه دون أن يدري، وبالتالي هو بيشترك في الجريمة. وعشان كده هي ظاهرة قديمة حديثة. وزي ما تفضل السؤال بقى يا أستاذ محمد، إحنا ما نتعلمش يعني حضرتك زي ما قلت كده، انا يعني انا شايف ان هو مشارك اللي هو مبني عليه بالظبط. احنا بقى السؤال ما بنتعلمش، ما عشان كده بنتكلم في ايه؟ نعم، انه دي في الاصل هي توصيفها القانوني هي جريمه احد انواع جرائم النصب. نعم، وجرائم النصب في القانون العقوبات بتتحدد بانه النصاب او المجاني في جريمه النصب بيستغل امرين نفسيين في شخص المجني عليه، تمام، إما الطمع أو الخوف. فعشان كده بنقول إما إنه بيوهمه بمشروع وهمي كاذب أو بسند دين كاذب. يعني إما أن أقول لك إنه بستغل الطمع في إن أنا أوهمك بمشروع وهمي كاذب، أو أستغل خوفك من العقوبة بإهامك بأنه عليك دين أو يجب عليك دين، بحيث أن نتوصل. وده الخلاف بين السرقة والنصب، تمام، او طلاق الاموال. انه بتوصل عبر الطرق الاحتياليه، وزي ما حضرتك تفضلت انه مش بس بيكذب على الناس، لان القانون لا يعاقب على الكذب المجرد. يعني لو حد قال والله انا بنتمي لجهه ما او مش عارف ايه كذبا فقط، ده كذب لا يعاقب عليه القانون. اما استخدام الطرق الاحتياليه في جريء في للإيحاء أو الإهام على الجاني، هو ده المعاقب عليه. نعم. وبالتالي هنا بنتكلم على فكرة إنه بيستغل الطرق الاحتيالية فيما يتعلق بطمع الناس في أرباح، وده اللي بيخلينا زي ما أنت بتقول نتوقف وإحنا ما بنتعلمش. ده السؤال، ده تعرف يا أستاذ محمد، ده في نقطة عشان عفوا، اتفضل، إنه وصل ببعض المجني عليهم من جزء التعبير إنه ياخد قرض من البنك، ياخد قروض من البنك عشان ياخد القروض دي، الفلوس دي يديها لعمه المستريح يشغلها، وبالتالي يقول لك ابقى اسد منها القرض. بالظبط، هو هو عشان كده بقول لك في اصلها هي جريمه نصب. نعم. لكن الوقائع كان بتؤدي الى افلات الجاني، لانها في الحقيقه جريمه النصب بتقع على شخص محدد. نعم. لكن الجريمه او الظاهره اللي احنا قدامها كانت بتتعمد على تلقي اموال من الجمهور دون تمييز. فعالجها المشرع فيما يسمى قانون توظيف شركات توظيف الاموال، قانون 146 لسنه 188، تمام، ونص على المد في الماده 21 على انه اي تلقي اموال خارج نطاق هذا القانون والصفه عشان نقول انه دي جريمه تلقي اموال، ان يكون توجيه الدعوه لعموم الناس دون تمييز. يعني انا ما بقولش انا هاخد امال من قرايبي من اسرتي، لا، ده في تجريد في الدعوه، وبالتالي هنا بنخضع لجريمه. توجيه الدعوه ده نسبتها ازاي؟ يعني هل انه بيعمل اعلانات مثلا، بيعمل كده؟ سواء عن بطريق الاعلان. المشكله كويس ان انت قلت الكلام ده، لانه كمان حتى ده مرتبط بظواهر اخرى تغرع في طريق النصب. يعني الاعلان عن مواد او بضائع او سلع غير مرخص بها وغير صادره، ده جزء من النصب او السلع على اموال الناس. فكره الاعلان عن مشروعات عقاريه على الرسومات دون وجود بناء حقيقي، ده شغل، ده نوع من انواع كارثه موجوده حتى اعلاميه. بالظبط كده. يعني اعلان عن كومباوندات او اماكن وهي لسه تحت الانشاء، لسه اصلا بيبيع على الرسوم. ولو كنا ان احنا مثلا بنتكلم على انه هذه الاعلانات حقيقيه بحيث انه يتلقى اموال وفعلا يعمل ويسلم الناس وحدتها، كنا نقول معقول. نعم. لكن هو الفكره انه لا يتم الاعمال. نعم. وبيتلقى الاموال ويمشي، وده جزء من صور. فعشان كده بقول لحضرتك هي مرتبطه بظواهر متعدده بيعاني منها النشاط الاقتصادي المصري ككل. لانه في الاخر خالص حتى الاموال دي لو اموال خاصه لكنها مردودها على الناتج القومي العام. نعم. عشان كده دي مسألة خطيرة، لازم نبحث عن حل تشريعي مناسب. نعم. بما يتوافق مع التطور لهذه الجرائم ووسيلها. تمام. في قانون تلقي الأموال المشرع انتقل بها من جنحة إلى جناية. تمام. اختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية وحدد العقوبة من 3 سنوات
بدل 3 سنوات في جريمة النصب أصبح السجن اللي هو يبدأ من 3 سنوات حتى 15 سنة. تمام. معلش عفوا هنا إسقاطا على الواقع بقى، لأن ده السؤال اللي شاغل الناس. بالظبط. واحد زي المستريح ده بتاع أسوان النهارده، هل هو ملزم برد أموال الناس؟ بالظبط. ومن ثم ياخد عقوبته؟ ما ولا إن رد الأموال عمل تصالح ويطلع؟ لا، ما ده اللي أنا كنت هكمل لك عليه. النص المادة مع العقوبة العقابية اللي هو الجريمة عقوبة الحبس، قرر غرامة بدءا من 100,000 وتصل الى ضعف ما تلقاه من اموال. مع رد الاموال. مع رد الاموال. يعني الغرامه قد تصل الى اضعاف المبلغ اللي هو اخده من الناس، ده ممكن يكون ملايين. بالظبط كده. ما هي دي المشكله، انك انت بتتكلم في رد الاموال. تمام. لانه الغرامه دي عقوبه. نعم. تتحصلها الدوله وتدخل الى الميزانيه. لكن رد الاموال للناس زيت. هي دي المشكله. طب في حال ان هو ما ردش الاموال، هل بياخد عقوبه في السجن وخلاص ويطلع يستمتع بهذه الاموال؟ لا يسقط. لا يسقط. لا يسقط، يبقى قائما بالدين المدني. هنا بقى يتحول الى دين مدني. تمام. المطالبه به عبر المحكمه المدنيه مع التعويض اذا كان له مقتضى. تمام. يعني حضرتك مثلا حاله من الحالات اللي حضرتك تفضلت بيها ودي تكررت، انه الناس لما اكتشفت انه تم النصب عليها جالها جلطه او توفت، رغم انه هذا قدر الله والعمر قدر، لكن في سبب. نعم. وبالتالي ورثت هذا الشخص الذي توفى لهم الحق في المطالبه بالتعويض. يا سلام. بس انا عايز اقول حاجه هنا، انه دور الدوله وبالذات الاجهزه الامنيه. نعم. يعني انا لما ظاهره تحصل في عموم الجمهورية من اسكندرية لأسوان مرورا بكل المحافظات وعلى مختلف من وجه البحر الإبلي، وزي ما حضرتك تفضلت في مناطق مختلفة المستويات. نعم. سواء في الحضر أو في المدينة أو في الريف أو في الريف. نعم. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على انه لما تحصل الظاهرة دي ما بتحصلش بين ضحية عشية وضحاها. نعم. انما تحصل على فترة زمنية. صحيح. وبالتالي احنا هنا بنتكلم فين دور الاجهزة الرقابية، سواء الامنية او الاجهزة الاخرى المعاونة ليها. سؤال هنا يا استاذ محمد، معلش عارف مش هرجع لحاجة بالظاهر. فضل. الوقت هما صدروا منه مبلغ من الاموال وجدوه عنده. تمام. كما اعلن ذلك اعلاميا. السؤال بقى ان كل واحد له حق عند هذا الرجل، سواء مليون او اقل او اكثر، وراح يثبتها في عند الجهات المعنيه في الدوله. بياخد فلوسه بشكل سريع ولا الامر بياخد وقت طويل؟ لا طبعا. ولا بيقسموا الفلوس دي على كل الناس؟ لا طبعا. ما هو هي هنا هتيجي هنا ما يسمى قسمه الغرماء. بمعنى انها تقسم طبقا لنسبه كل واحد في الاموال المصدره. تمام. يعني انا مثلا المال الموجود اقل من حقوق الناس. بالظبط كده. واحد جزء من حقوقه كمان. لانه كمان انت هيبقى قدامنا مشكله قانونيه اجرائيه. نعم. ان يثبت المجني عليه انه دفع بالفعل الاوراق لاصالات الامانه الكلام ده. طب وهو في ناس بتتلقى من غير ايصالات. يعني مثلا اللي في اسوان مثلا. نعم. كان في ناس بتدفع سواء عجول. عفوا اعزك الله، او سيارات او ذهب مصوغات. فده كان بيتم لو تم بدون اوراق. نعم. انا بس المشكله انه اسمح لي اوجه ليها عشان فضل. ده بينعكس على الضبط التشريعي. نعم. بالمنطق كده انه اي تجاره على مستوى الاقتصادي سواء على مستوى الربح او الخساره انها ممكن تجيب 100% خلال شهر. يعني انا فوجئت مثلا. هتقول باي منطق؟ ايوه. طبعا. انه اللي بيدفع ده فلوسه. نعم. تحت زعم انه دي هتعمل ربحيه. فده حضرتك زي ما انت حضرتك تفضلت، هي هذه الربحيه من راس مالك، ربحيه غير مشروعه. نعم. بلا قط. بلا. نعم. بلا قط. فاما في تجاره مخدرات. نعم. او تجاره غير مشروعه في الاثار، لحتى سوق المخدرات اتضرب عشان يجيب الفلوس دي. وبالتالي انت كمجني عليك تشارك في هذه الجريمه. نعم. من الحاجات الغريبه حاجه عبد الظاهر، ان المستريح كان بيودي مندوبين لحد البيوت يدوا للناس ارباحها. يعني نشوف قد ايه كان مريحهم المستريح. نشوف المستريح كده وهو بيتكلم مع الناس، لكن بيكلمهم اعلاميا عن طريق اللايف على الفيسبوك. نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بنطلع بورق، المناديب شغاله، كل الصرف طلع، بنطلع في الصرف غير العندينا قاعد موجود. تمام يا اخواننا، المناديب كلها طلعت، عربياتنا كده ما فيش اي غلط عندينا، مش عايز لما من برا قدام مزرعتي.
الكشفات، الكشفات كلها شغاله، كل بلادها بتطلع بفلوسها، كل اللي علينا بطلع مع المندوب كل يوم. هذا محسن لف شفات هنا هو وقال يا اخواننا اي مندوب طلع له فلوسه، ودي باقي المناديب اللي لسه ما طلعتش. المناديب اللي طلب بنطلع لهم كل طلب كل كشف. طلب عربياتنا طلعت دلوقتي لافه على البلاد، عربياتنا كلها طالعه لافه لافه على البلاد. هذه باقي الناس لسه ما استلمش، حنطلع لها فلوسها دلوقتي برضه. برضه كل بياخد تاعه، قريب ما عايزينش، قاعدين بخزننا قاعدين بمكاننا. عربياتنا زي ما وعدنا الناس طلعوا على جميع البلاد. في ناس العربيات لسه ما وصلتش في السكه متحركه، واخر عربيات طالعه باخر فلوس على جميع البلاد. هالفلوس بورقها هي بورقها في كياس، اخر الناس اخر جرد لي هالقاعد عندي. هذه الكشوفات يا عرب، كل بلد بكشفها فلوسه، كله طلعها، كل البلادها دي بكشفها. هذه دي اللي لسه مطلعش دلوقتي هطالع برضه بكشفه اهو، عشان اي حد هتكلم على نصر لك حيزعل. تمام، كله طلع، بنجهز الايام الجديده، بنجهز الايام الجديده. شغلنا كله مش غلطه، اي جنيه النهارده مطلوب مننا طلع كده يا اخواننا، عشان مش عايز لمه قدام ربيان عندي. سلام عربياتنا طلعت، باقي الناس هذه فلوسها بتحط لقد وطالع. ايه رايك في اللي شفته؟ الاول بس خليني اشكر الاستاذ محمد على الكلام الجميل والمعلومات اللي قالها قانونيا. ولكن انا بختلف معاه في قصه دور الرقابه والحكومه. نعم، من وجهه نظري الشخصيه، لان دي يا استاذ عمر يا استاذ محمد، دي بعتبرها من وجهه نظري دي علاقه محرمه، علاقه محرمه بين جاني ومجني عليه، مش هتظهر في الحال. العلاقه المحرمه بتظهر امتى؟ بالحمل. نعم، او ان يتمسك المرتكبي في وضع العلاقة. نعم. طب النهاردة المستريح ده بيدخل البلد، الناس بتقابله وبتتعامل معاه وكأنه هو محافظ مدير محبوب ومرغوب وبياخد واجبه، والبيوت بتتفتح له والأسرار بتاعت البيوت بتتحكي له، واحنا هنبيع وهنغير وهنسوي كل دي بتحكي له. فين الدولة اللي انا وانت في بيت بنتفق على مصيبة، الدولة مش هتدخل ورا كل واحد. لكن الدولة انت تتهم الحكومة بالتقصير، لو ثبت بتاع أسوان او ثبت غيره او لكن الدولة شغالة. ودي حاجة بس من وجهة نظر يا استاذ محمد، هتسمح لي انني بس اقولها بعد اذنك. طبعا بس هرد عليك. ولكن حضرتك انت بتتكلم دلوقتي على الفيديو اللي شفناه، بيبعت مندوبين لحد البيت، يعني ما هو ديت ادواته يا باشا. ولكن المندوبين بياخدوا في اليوم 800 جنيه و1000 جنيه ارقام، يعني يا باشا ادواته. دي من ضمن الادوات زي ما حضرتك قلت، بتتكلم عليه في الاول انه عنده اذناب يحسنون الصوره طبعاً. ويتكلمون عنه بشكل جيد زي ما ستك ذكرت. نعم، ان بتدخل عنده مكان وهيلمان وي وي وي. طب ما دي ادوات. نعم، الناس اللي بيشغلها دي ادوات. صحيح، الناس اللي بيخليها تمشي ورا وتتكلم عليه دي ادوات. صحيح، ادوات كلها بيصرف عليها وبيصرف عليها بسخاء وبس. فلوس حرام. فلوس حرام بتكون مطمئنه للناس كمان طبعا. ما هو ده الركن الاساسي اللي بيرتكز عليه المستريح، في انه يوصل للناس انني في امان وان انتوا في امان وما تقلقوش وتطمنوا. بالناس اللي بتدعم وبتتكلم وبتهيئ له التربه علشان خاطر الزرعه تنمو في جو خصب. نعم، وسليم. النهارده لما هو بياخد الفلوس دي معبي ما عليه، كل ما يفرش للناس دي كل ما الدخول بتزيد وكل صحيح. ما الثقه بتكتر. صحيح، فالنهارده هو بيستخدم الناس دي تحت المسمى ده، دي رجالته. ودي من ضمن معاه، هو مش لوحده، هو ده تيم عمل وفريق شغال مع بعضه، مش شغال لوحده. من هنا بقى بتبدا الناس تنبهر بالناس اللي بتروح بالاسلوب. وبعدين برضو فيك الناس تحضر، يعني معنى ايه؟ لما تبص تلاقي واحد نازل لك من عربيه ولابس كويس ويقول لك اتفضل ده بيمشي بموكب. بالظبط، فيقول لك ايه، يعني هو مواكب العصر. لا حتى وبعدين يعني بيقول لك انا ابن السيده زينب، ويعني اللي هو نظام بقى، ما دي بقى نقطه الدين اللي قلت لحضرتك عليها في الاول، قرايه فاتحه ومش عارف ايه وبتاع. يعني يصور الناس انه انسان ملتزم وانه له علاقه بينه وبين الله وان هو بيحب الاولياء وكلام من هذا القبيل. بيدخل على الناس بعض المستريحين واكثرهم من باب الدين والتدين. نعم،
واحنا بشعب بطبعه التدين وبيميل للتدين، فبيبدا من هنا ما يفكرش. انت النهارده يا استاذ عمر لما تكون انت راجل مثلا معاك فلوس وتعبت وجبت، ايه المانع ان انت قبل كل حاجه تفكر؟ طيب ما فكرتش، ما تطمعش، طب ما طمعتش، قدامك الدوله في جهات مشروعه، في بنوك، في استثمار وشركات رسميه. احنا اتفقنا ان الناس خدوا فلوسهم من البنوك اصلا عشان يدوها له. طيب بياخدوا قروض من البنك عشان يدوها له، والبعض استلف وكتب على نفسه علشان شركات. الطمع. لذلك انا كنت بقول ايه بقى دلوقتي، ان اصبح عندنا كارثتين. الفكره مش فكره ان هو خد فلوس من الناس والناس دلوقتي مضروره على فلوسها اللي راحت، لا ده في ناس ماضيه على نفسها شيكات وجابت فلوس عشان تديها له، يعني ده هيتسجن وده هيتسجن، وهنا المصيبه الاكبر. نعم. اللي هو يا اما باع بيته ما عادش له مأوى، يا اما جاب فلوس او قارض او مقترض او سالف او راهب، كل دي اشكاليه تانية. صحيح. لسه هتلحق بيه. اشكرك. في النهاية يا أستاذ محمد نصيحة توجهها للناس يعني مع انتشار هذه الوقائع. بالضبط. أنا اسمح لي طبعا الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه والعمدة تفضل بيه، هو ده بنسميه في القانون كده جملة استعمال الطرق الاحتيالية. نعم. فيطفي على نفسه مسوح الرهبان وأنه هو من آل البيت وكلها دي، ويبعت مندوبين. دي مطمئنة للناس. بالضبط. هي دي جزء من فكرة الإيهام. نعم. فكرة الإيهام. لأنه هي زي ما قلت لحضرتك من البداية جريمة النصب تقوم على الفكر البعد النفسي، بحيث أنه يوصل الضحية أنه بإرادته يخرج ماله ويسلمه. نعم. بطوعية. عشان كده احنا بنتكلم ده الجزء اللي لازم نبحثه. نعم. واسمح لي يا عمدة، أنا لما اتكلمت على دور الدولة ما اتكلمتش على الدور الأمني الرقابي، واحنا كدولة، لان انت في الاخر خالص انت في مجتمع ودولة. تمام. لها سلطة. انا كنت بتكلم على انه مع تقرار الظاهرة اللي احنا التلاتة اتفقنا عليه واللي ليه تاريخ، كان من باب اولى في اطار الامن الوقائي حرصا على امن المجتمع وحرصا على اقتصاد المجتمع ان يكون لها دور. وزي ما حضرتك قلت هي مش علاقة سرية يا فندم، بقول لحضرتك دي ظاهرة بتنتشر عبر شهر 2-3. نعم. وبالتالي انت بتتكلم على ظاهرة عامة. نعم. وبالتالي انت كدولة لما بيذيع صوت هؤلاء كان لابد من التدخل. بالظبط. انت كدولة. نعم. خاصة ان انت عندك القدرة على التدخل التشريعي والتنظيمي. تمام. لان انت عندك قانون. لما تسمع عن حد عبر بقى الناس اكمل الكلمة بس هضيفها لحضرتك. تم القانون هنا قال لك يا استاذ عمر ما تلمش جنيه من اي حد الا باصرار. لا انا اكمل جمعيه او ما انا عشان كده. لا مش اصرار بس لابد ان تكون جهه منوط بجمع. أيوة. الاموال. ما انا عشان كده شركه توظيف الاموال. بالظبط كده. ما انا عشان كده بقول يعني الدوله مش سايبه اللمه. لا انت اسمعني بس اسمعني اتفضل. انت انا مش ضد، مش بتكلم ضد الدوله عشان ما تاخدهاش من المعنى. لا لا مش اسمعني بس اسمعني يا رب. وبالتالي حضرتك عندك السلطة التشريعية بمعنى انه اللي بيتلقى هذه الاموال له ترخيص توظيفي ولا لا. صحيح. مش انت عندك قانون بيقول انا كدولة لما اقول انه حد ما عندوش ترخيص يعني حد بيتلقى وبالتالي هو بيرتكب جريمة. نعم. من حق الدولة انها تتدخل ما تنتظرش. ده السؤال اللي انا بسأله ليه سبب يا عمدة. طبعا. انه في الاخر خالص الدولة هي اللي هتشيل مسؤولية كل هذه الكوارث. نعم. وبالتالي احنا بنتكلم هنا على انه محتاجين، لو بنتكلم بشكل ختامي، محتاجين ضبط تشريعي يتوافق مع التطور اللي حصل، خاصة انه زي ما حضرتك بتقول وزي ما حضرتك تفضلت وعرضت انه استخدام وسائل التواصل بقت احدى اليات النصب. نعم. ده امر. الامر الاخر ان انا محتاج اعادة ضبط للنظام الاقتصادي المصري بما يتوافق. عشان حضرتك ما تقول، لما تقول لي عموم المصريين عمدوا الى استسهال التربح بغض النظر عن هذا المصدر من التربح حلال ام حرام، يعني انا لما اتكلم على انه في جزء من الناس الا من رحم ربي طبعا في جزء من الناس، في جزء انا بتكلم على الظاهره العامه. نعم. نعم. لما نتكلم على في جزء من الناس يقول لك انه الايداع في البنوك حرام او الربحية بتاعت الفايدة بتاعت البنك حرام مثلا يعني، وبالتالي يلجأ الى هذه الطرق. انا عايز اقول لك النقطة دي مردود عليها استاذ محمد. فيه بقى ان بعض الناس اللي حط اموالها في البنوك وبتاخد عليها الفوائد دي او الارباح دي شالوا فلوسهم من البنك وحطوها مع ناس بالشكل ده عشان الفائدة الربحية بتاعتهم البنك قليلة. وبالتالي دي مردود عليها بالنقطة دي. وبالتالي احنا محتاجين
عبر تكرار هذه الظواهر من الثمانينات القرن الماضي، انه الشعب المصري بيسعى الى هذه. فانا كمشرع لازم اشوف ضبط الحياه الاقتصاديه بما يتوافق وهذا المزاج المصري. نعم، نعم. يعني تمام. خاصه انه في حالات زي ما حضرتك تفضلت، اللي باع بيت واللي باع عربيه. في نقطه يا استاذ محمد، البعض بيقول لك ان بعض هؤلاء المستريحين انجاز التعبير شغال على قده، بمعنى ايه؟ ما بيعملش اعلانات ولا بيطلب من الناس فلوس. بالظبط، هو شغال في المحيط اللي هو فيه. بالزبط. هو ادى للحاجه حاجه بظهر ده الفلوس، شغلت له جبت له ارباح، حاجه بظهر جاب محمد وخميس ودين وعيد منهم جواهم في بعض كده من غير ما اطلب ولا اقول. وبالتالي لو ان الجهات الامنيه عرفت وتدخلت هقول لك انا ما طلبتش من حد فلوس. ولا بشغل لحد فلوس، واسال الناس. انا بشغل لكم فلوس؟ لا، خدت بالك؟ فما بيوعوش في بعض الا ما بيحصل ان هو يهرب او ان الفلوس دي تخسر. لا، ما هو بص يا فندم، الدوله لما الاجهزه الامنيه لما بتيجي تشتغل على قضيه رشوه مثلا، تمام، فما بتخشش تقول انا هخش اقبض على الموظف المرتشي ده فجاه. يا في رقابه ازاي بتفهم الوضع؟ بيبقى في لا بدون بلاغ مثلا. يعني انا دلوقتي لو جهاز رقابي زي الرقابه الاداريه انه من خلال بحثها وصل انه فيه، فهي بتحصل، اقصد ايه، في اجراءات رصد. نعم. وترصد. صحيح. وتعاقب. نعم. قبل الجريمه. نعم. انا بتكلم على ايه؟ اتفضل. انا مش بتكلم على التشريع القائم، لان التشريع القائم ثبت انه عاجز عن ملاحقه مثل هذه الظواهر. انا نعم. بتكلم فيما هو في مستقبلي. نعم. علينا ان نرى ان احنا نعدل التشريع بما يتوافق، ونعدل النظام الاقتصادي المصري بما يستوعب هذه النشاطات. كلام جميل. في النهايه بقى كل واحد كان ليه فلوس عند المستريح ده او غيره، سواء بتاع اسوان او غيره، وهو اتمسك دلوقتي، مطلوب مني ان اعمل ايه؟ هل ابلغ ازاي؟ يتقدم فورا ببلاغ بالاوراق اللي معاه، كل حاله تتقدم. نعم. لاثبات حقها اولا. ولاثبات محتويات الجريمه. نعم. الامر الاخر انه عشان تدي فرصه للاجهزه الامنيه بصدور احكام عليه، انه تقدر تلاحقه عبر جهاز الملاحقه الدوليه اللي هو جهاز الانتربول. تمام. بحيث انه يبقى لو خرج، وهو في الغالب الناس اللي زي دي بتخرج لدول ليست بينها وبين مصر اتفاقات دوليه على تسليم المجرمين، بيبقى مثقف. بالظبط كده. فعشان كده بقول لحضرتك ان احنا المهم دلوقتي إثباتا للحقوق. نعم. التقدم بجميع البلاغات. نعم. أشكرك شكرا جزيلا. في النهاية تقول إيه للناس؟ النهاية أستاذ عمر، أنا عاوز أقول إن صعبان عليا الوطن. لأن اللي بيحصل ده إهدار للاقتصاد فيه. أنت عارف الفلوس دي أكننا ولعنا فيها. لأنها فقدت. نعم. وبدون أي مردود ولا ناتج. كل اللي عايزه يعني لجميع الشعب أو الناس اللي في دماغها الفكرة دي، بلاش طمع. صدقني لو رضيت هتعيش ان شاء الله. ارضى ترضى. نعم. يعني لو رضيت هتعيش وهتبقى الامور تمام. ارضى ترضى. شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني. وكان هذا اللقاء يعني كان المقصود منه هو توعيه الساده الافاضل المشاهدين، ناخد من قصه مستريح اسوان درس وعبره، لان الموضوع ده منتشر في مختلف انحاء الجمهوريه، وزي ما قلنا في كل مكان بحسب ما يتلائم معاه. في ناس وضعها احسن ولها رونق اجتماعي ولها صبغه مختلفه تماما غير الصبغه الدينيه اللي احنا اتكلمنا عليها، لان في حاجات اتحرقت خلاص عند الناس. أيوة. فبيظهر بشكل رجل الاعمال، بيطلع في التلفزيون لترويج على السوشيال ميديا، شخصيه مرموقه، فبالتالي ممكن ننخدع فيها كلنا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي هذه الحلقه، الاستاذ محمد عبد العال المحامي بالنقد، كل الشكر والتقدير لحضرتك، نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. ايضا للحاج عبد الظاهر ابو حسين قاضي عرفي، كل الشكر. شكرا يا نورتنا عمر. ربنا ما يحرمنا منك وربنا يخليك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الرحمه، بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. من هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.